على لقاء بدون ترتيب. نزلت من السيارة ووقفت. رحيمي دخل يصلي العصر يوم على اليوم، وانا وقعد ما على طول دخلت على الناس هذولي. وانا ادخل، انت ما عرفت اني ساعتها وانا وين وقفت؟ سمعت صوتك، عرفت صوتك. بس ادخل عليه ونادي الاخ المطيري بقول له واللي هذا اسمع الصوت ورجع فك السياره. الله يعطيكم العافيه. ما تبي تقول اي كلمه؟ هذا صديقك القديم عصام حريري عمده الحي. اي عارف اسفل ترى احنا هالاسفل، احنا الاحسن الاجمل وكل حاجه. لا هي اجمل من ابياته، وكل حاره لها صوره واحنا للصور برواس. وفي واحد ثاني يقول احنا للفرح مركز. الله احنا اللي فرح مركز. عزاز عشنا ونموت عزاز. سلام. يوم السبت، يوم السبت ليله الاحد الظهر ولا في العصر؟ هذا في العصر. احنا قاعدين هنا الساعه 4:30 عند البوابه، احنا قاعدين ندوبهم عند الشجره المانجا هنا قاعدين نتحرك. قلت له بالله ما قلت له يا اخي انا دقت على ابو تبي ولا لا؟ هاي قلت له سيبوني باخذ لي كم لفه في الدار كذا واخرج برا بالعربيه. أبا عندي بكره باللوني مضمون. تبي تدور قصيده؟ ايوه. اخذت معي القلم ورقه والله بدرت منه ورقه. تتذكر يوم الحال؟ هذه كلها ورا بعض سلسلت وربي الامن بهذا الشيء الجميل صارت. جاتها عشان على البريد، هذا البريد من الخلف هذاك الحاره ما تفارقني من احنا. ما تفارقك؟ ما تفارقني الحاره، اصحابي ما يفارقني. ابراهيم عصيمي عصام بطينه من حمدان غادي اسلام محمد عبد الله ودندن علي اسلام كلهم ما بيرقوني. بحارة البوغري ما تفارقني، البريد هذا اللي جنب بيت البوغري ما يفارقني، الشارع ذا كنا نلعب فيه اللي فيه دحين البدو بيو الحريم. ايه هذاك محل ما لعبنا ومرتعنا. العماره حق بيت العصيمي اذا كان زمان قبل لا يدوها بالحاره هناك عندنا كان حوش نلعب فيه كوره. هناك بيتنا قاعدة مريماني وبيوتنا بيت اليماني هذه كلها في راسي. أنا بقول طيب كنت أروح أتمشى هناك على رجلي، أقعد على العتبة حقت البوكر، أقعد اللي فيها بقالات دحين أقعد عليها. تقعد تتذكر؟ أستوحي التاريخ كله من هناك. حتى لو كنت تعبان نفسيا أروح أقعد هناك ساعة ساعتين أتمشى بذيك المنطقة أرتاح وأرجع. والله هنا الطالس بنسوي المحمد اللي يجيب بيت الكعبة من مصر. ايه يا مكان مصر يصنع. ايه يجيبه واحنا نسوي على الطائف. احنا ما لحقنا مزبوط، واحدة مرة شبناه سواه قبلكم يعني سواه في جواز واحدة مرة. ايه في العمارة حق الملك هذي اللي قدام عمارة الملك بيت تسوي الجوازات. ايه وقت الجوازات كان سوى واحد مرة من سوى جوال وتسوى المحمل. ايه؟ وشفناه لا الأسفل الجوال. ايه في المحمل هذا لا الأسفل السينما لها مرغزالة. ايه وفي العياد لنا الأولى. ايه الأولى نحن كانوا كل الحوار في أول يوم العيد يجوزوا على الأسفل. ايه يعيدوا عليهم. ايه الأول يوم يوم ايه على الأسفل. ايوه وثاني يوم يوم نحن نروح نحيد على فوق السليماني. ايه فنحن في العياد أهل الأولى. لأنا الأولى يعني ما جبنا شيء من فراغ من تاريخ وتوفيق ولا دعيت. أيوة لا فهذه كلها يعني كل الحارات فيها رجالها وفيها حفلاتها وانتوا كنتوا تغلقوا من زينة أصلا تروحوا تتفرجوا فوق تتفرجوا بالسيمانية تروحوا الشرقية عادي. ما الأمور ما تأخذ بالله. طيب ليلة ثلاثة احنا نقول القصيدة جنبي خالي إلهام ولد حارتني يلعب معانا هو من سليمانية أحباب.